السلام عليكم، مرحبا، أنا ليلى فتوح. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أصناف جميلة جدا من المربى. حلقتنا النهاردة ممتعة، فيها تنوع كبير. هنعمل النهاردة مربى الكيوي ومربى الأناناس. أنا عندي كيلو أناناس مقطعة قطع، وأحط عليه كل كيلو بحط عليه كيلو بالضبط من السكر. وعندي ثلاث أصناف من المواد الحافظة. عندي هنا ملح الليمون، هاخد منه نص معلقة صغيرة، أو هاخد عصير معلقة كبيرة من الليمون، أو البكتين، ودي مادة حافظة كلنا بنعرفها، هناخد برضو منها نص معلقة. يعني لو خدت ملح الليمون هيبقى نص معلقة، لو خدت بكتين هيبقى نص معلقة صغيرة، لو خدت ليمون هيبقى معلقة كبيرة. هبتدي دلوقتي أنزل السكر على الكيوي. أنا طبعا قطعته قطع متوسطة، هنزل كيلو السكر على الكيوي. يعني الكيلو ليه كيلو سكر، حابة ان انت تخليه كيلو الا ربع سكر براحتك يعني، بس هو المظبوط كيلو لكيلو، لان الفواكه دي فواكه حامضة، يعني فيها نسبة حموضة، يعني مززة شوية مش مسكرة. انا هبتدي دلوقتي احط السكر على الفواكه المتقطعة وهقلبها كويس. وفي تركة مهمة جدا، أنا هغلفهم دلوقتي وهدخلهم التلاجة وهبيتهم ليلة. يعني أنا عملت الكلام ده بالليل، وتاني يوم الصبح هشتغل في المربى بتاعتي. اللقطة دي أو التركة دي بتخلي الفاكهة تتنازل عن المية بتاعتها، وبتعمل عرق للمربى لما بطلعها وبحطها على النار. زي ما انتوا شايفين كده، فقدت المية بتاعتها، نزلت كل المية اللي موجودة فيها بتاعت الفاكهة، عملت لي بكتين طبيعي. يعني التركة دي بتخلي الفاكهة تنزل ميتها وتطلع البكتين الطبيعي اللي موجود جوه الفاكهة، يعني جواها مادة حافظة طبيعية، وبتخلي للمربى عرق، ما تلاقيهاش سايبة ولا صيصة، لا ماسكة نفسها وجميلة وليها عرق وطعمها جميل. زي ما انتوا شايفين كده، الاناناس نزل ميته والكيوي نزل ميته. انا هبتدي دلوقتي احطهم في الاواني بتاعتي عشان هوديهم على النار. هنزل طبعا الاناناس، وطبعا السكر اللي في القاع هنزله كله، يعني اي نسبة سكر موجودة انا هنزلها، لان معياري مظبوط. لو 3 ارباع كيلو اناناس يبقى 3 ارباع كيلو سكر، لو كيلو يبقى كيلو، فحسب الفاكهة بعد ما انا قطعتها ووزنتها. طيب دلوقتي انا هبتدي انزل برضو الكيوي، وزي ما انتوا شايفين السكر متركز تحت، هنزل كل الكم بتاعي، وهيكون حريصة ان انا انزل كل الكمية، وهكون حريصة برضو ان ما يبقاش فيه على حواف الحلة بتاعتي اي نسبة سكر، لان ده هيساعد المربى انها يحصل فيها التسكيرة، زي ما بنعمل السيرب العادي، بنحاول بقدر الامكان ان الاناء بتاعي ما يبقاش عليه اي رواسب. وزي ما احنا قلنا عندنا 3 مواد حافظة، انا طبعا هستخدم واحدة منهم بس انا بقولك، يعني لو ما عندكيش البكتين وما عندكيش ملح الليمون، الليمون العادي يغنيكي عن الموضوع كله. انا هوديهم على النار، طبعا انا هطمن ان الحواف بتاعتي ما فيهاش سكر، سواء كان في الكيوي او في الاناناس، وطبعا على نار هادية هيبتدوا يغلوا. هبتدي اجيب طبق فيه مية عادية بفرشة، وهنضف حواف الحلة بتاعتي عشان امنع ان يبقى فيه اي نوع من انواع التسكير ممكن يحصل لي في المربى بتاعتي، وهيبتدي على نار هادية. واي شوية ريم بيطلعوا انا لازم اتنازل عنهم، لان ده هيخلي المربى بتاعتي لونها مش حلو، وفيها يعني فيها منظر مش ظريف، فأي رغاوي زيادة مطرح الغلية كده أنا بشيلها. أنا طبعا هستخدم البكتين، لما هتدخل المربى في التسوية وهتبتدي يتبخر منها السوائل بتاعتها، هبتدي أنزل في كل واحدة فيهم بمعلقة صغيرة من البكتين. البكتين موجود عند منتجات الحلواني، لأن هي مادة حافظة بتتحط للمربات دايما ومتوفرة، يعني هي وملح الليمون.
طبعا انا بعد ما اتسوت طبعا سبتها لغايه ما ختمت على النار، ما سبتهاش لغايه ما نشفت قوي، لا يعني في توازن، ان هو زي الشربات التقيل شويه، يعني هي هتختم معايا لغايه ما تبقى زي الشربات التقيل. هسيبها طبعا تبرد، وهجيب برطمانات. البرطمانات بتاعتي يا اما انزلها في ميه بتغلي عشان اعقمها، وبعد كده انشلها منها واصفيها واسيبها انها الميه تتبخر منها وتنشف، يا اما هدخلها الميكرويف عندي لمدة دقيقة ونص. انا دخلتها الميكرويف عشان اعقمها وبقت نظيفة وناشفة. هبتدي اعبي فيها المربى بتاعتي على حسب ما تاخد الكمية، طبعا ابقى الا طبعا الحافة، ما وصلش لغاية الحافة من فوق، و يعني اخبطها شوية كده انها تخرج لي اي فقاعات هواء او اي نسبة هواء جوه. وزي ما انتوا شايفين لونها رائع رائع رائع، وطعمها خطير جدا، لان انا اتبعت الاصول فيها وتركت ان انا ابيتها في السكر بتاعها لتاني يوم. دي بتعمل لي فيها عرق رائع وبتبقى ممتازة. زي ما انتوا شايفين كده البواقي بتاعت الشربات بتاعه نازل عامل زي العسل التقيل. هبتدي دلوقتي برضو اعبي الكيوي. طبعا الكيوي لما بيتسوى لونه بيختلف شوية، طبعا مش بيبقى بنفس درجة الخضار اللي هي حطناها في الاول، بس طعمها رائع رائع. وهبتدي ان انا انظف حواف البرطمان بتاعي، لان ده ممكن يسبب لي عفن في البرطمان، ابقى حريصة ان حوافه تبقى نظيفة. عبيت الكم وهدوق، طبعا لازم ادوق واستطعم الموضوع، فعلا خطيرة ورائعة، وتقدري تحتفظ بيها لفترة طويلة عندك في المطبخ في التلاجة زي ما انت عايزة، يعني في مكان رطب في اي مكان. وتستخدميها طبعا، احنا عاملينها عشان نستخدمها في الاكل ونستخدمها في الحلويات، وانا حبيت اعمل صنفين مش معتادين، مش كل الناس بتعملهم، بعيدا بقى عن التين والكيوي، بعيدا عن التين والفراولة والحاجات التانية دي. زي ما انتوا شايفين شكلها ولونها رائع وطعمها خطير بجد، ونوع أصناف مختلفة احنا مش متعودين عليها، لكن طعمها رائع وبتدخل في الحلويات بتاعتنا، وأنا بصراحة عاملاها عشان تخدمني في الحلويات بتاعتي. هنبتدي دلوقتي هنشوف طريقة تجفيف البرتقال، وان احنا ازاي نعمل كومبوت البرتقال. البرتقال طبعا انا هبتدي اعمله كومبوت. انا عندي 4 برتقانات، وعندي معلقة كبيرة بيكنج صودا او بيكنج باودر، وعندي معلقة كبيرة من الخل. هبتدي احط المية وهنزل عليها احط فيها البرتقال، عشان لازم ان انا اغسل البرتقال كويس، ودي طريقة ازاي انظف البرتقال وانظف قشرة البرتقال الاول. هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الخل، وهبتدي احط البيكنج صودا او البيكنج باودر. طبعا هي مواد بتتفاعل مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده، في رغوة وفي الانفعال اللي انتوا شايفينه ده، التفاعل ده هو ده اللي هيخلي البرتقال بتاعي يتنظف ويتنازل عن اي شوائب او اي زيوت خارجية. زي ما انتوا شايفين فقاعات التفاعل. هبتدي اغسل البرتقالة كويس وهخرجها، وهبتدي بالملح، ولو عندك ملح خشن يبقى أفضل عشان تتنازل البرتقانة عن أي أتربة. طبعا انتوا سمعتوا الصوت ده، دليل ان هي نضفت وبقت بتدي تزييقة كده. هبتدي دلوقتي اقطع البرتقال بتاعي. طبعا القطعة الاولانية من البرتقال دي انا هستفيد منها، يعني مفيش حاجة عندي هتبوظ او هتخسر. هبتدي امسك البرتقالة من فوق واقطع الجزء الفوقاني، وبعد كده انزل ايدي لتحت عشان اتملك منها واعرف اقطعها، يعني سلايس كده تكون 3 ملي. انا هبتدي اعمله كومبوت. الاجزاء اللي هتبقى قد بعضها انا هاخدها واعملها كومبوت، عشان بعد كده هستخدمها في الكيك، هستخدمها في التزيين، هستخدمها في حاجات كثيرة. وتقدري تحتفظي بالكومبوت ده لمدة اسبوع في التلاجة.
فأنا هقطعها الأجزاء اللي هتبقى قد بعضها أنا هاخدها أعملها الكمبوت، والأجزاء اللي هتبقى صغيرة أو حجمها صغير أنا هستغلها إن أنا هجففها. هقطع كل الكم اللي معايا الأربع برتقانات زي ما انتوا شايفين قطع متساوية، هاخد القطع اللي قد بعضها واللي هلاقي ان هي حجمها صغير او مش قد التانية هسيبها للآخر. هبتدي دلوقتي اجيب كوباية ونص من السكر، هعمل محلول سكري، هنزل كوباية ونص من السكر وهحط عليهم 300 ملي من المية، هعمل محلول سكري عشان انا هسلق فيه البرتقان. المحلول السكري طبعا زي ما انتوا عارفين نسبة السكر فيه ما بتبقاش عالية، فلذلك انا هدوب المية مع السكر وهنزل بالبرتقان عادي، يعني ما فيش اي مشكلة خالص، انا ما بعملش اي افتكاسات ولا بعمل حاجة غير مألوفة، يعني الموضوع سهل جدا. هنزل البرتقان طبعا هيبتدي يغلي وهغطيه بالغطا، واي شوية ريم انا هشيله لمجرد ان هو يتسلق معايا نص سليق، انا مش عايزاه يبقى مهري، انا عايزة البرتقانة تبقى ماسكة نفسها. هشيل طبعا الريم اللي موجود، وباقي البرتقان اللي عندي انا هحطه اللي هو احجامه صغيرة هحطه على ورق زبدة وهرش عليه سكر بودر وهدخله فرن على اقل درجة حرارة لمدة ساعة في الفرن. ده هيجفف لي البرتقان وهطلعه برا في المطبخ على الكونتر بتاعي او الرخام ان هو يجف اكتر، وبعد كده هحتفظ بيه. الموضوع ما فيهوش اي صعوبة. طبعا انا سلقت البرتقان هغطيه واسيبه ان هو يبرد، وبعد كده هعبيه زي ما انتوا شايفين كده في برطمان واحتفظ بيه هو والمحلول السكري بتاعه، هحتفظ بيه في التلاجة لحين الاستخدام. زي ما انتوا شايفين مرن متنازل عن المرارة اللي فيه، لونه جميل زي ما انا حطيته في الحلة بالظبط، ما تغيرش لونه زي ما هو ومش مهري. والبرتقان التاني زي ما انتوا شايفين انا جففته وطلع برضو لونه رائع وجميل، وان انا اقدر ان انا احتفظ فيه بعلبة عندي لان انا هستخدمه في اطباق في التزيين، وصوته ناشف جدا يعني. ومن البرتقان من الاربع برتقانات انا عملت كومبوت وعملت برتقان مجفف لديكور الاطباق بتاعتي، حتى القطع الصغيره اللي في الطرف انا جففتها. زي ما انتوا شايفين كل الموضوع رشيت عليه سكر بودر وحطيته على ورقه زبده ودخلته على اقل درجه حراره في الفرن اللي هي درجه 100 لغايه ما جف وبقى زي ما انتوا شايفين رائع. هبتدي دلوقتي هعمل لون احمر طبيعي من البنجر. انا معايا اربع بنجرات اللي هو الدول العربية بسميه الشمندر. انا هقشره كويس، هتنازل عن القشرة بتاعته وهبتدي ان انا اقطعه سلايس بحجم يعني زي البطاطس الشيبسي كده. وممكن كمان ان انت تعمليه شيبسي، يعني هو رائع ومفيد في كل الحالات، يعني انت تقدري ان انت تقطعيه زي الشيبسي وتنزليه في زيت وتحمريه واولادك ياكلوه زي الشيبسي. وعلى فكرة هو غالي جدا في الدول العربية وهو بيتباع شيبسي، يعني الكيلو فيه ب200 ريال يبقى بما يقارب بالمصري اكتر من 1400 جنيه. فان انت تعمليه للاولاد فانت يعني عملتي مكسب كبير قوي. انا هقشره كله وهبتدي اقطعه سلايس، وان هو يبقى بسمك واحد زي ما انتوا شايفين كده السمك يعني متقارب، وهبتدي اوزعه على ورق زبدة وهدخله الفرن على اقل درجة حرارة، هقعده في الفرن يعني درجة حرارة 100، هقعده في الفرن 3 ساعات على درجة حرارة 100. طبعا انا بعمل كده ان انا اجفف نسبة المية اللي فيه لان هو يحتوي على نسبة مية عالية، وبعد ما اطلعه من الفرن هسيبه في المطبخ لمدة اسبوع، لو الجو حر زي في الدول العربية هينشف في خلال 3 ايام، لو في مصر وفي جو رطب او ما فيش الحرارة اللي موجودة عندنا دي حضرتك هيقعد معاكي اسبوع. هبتدي دلوقتي اطحنه، وده هيبقى لون احمر طبيعي انا هستخدمه في المعجنات وفي الحلويات، في او في ان انت حتى لو عايزة تعملي
طماطم ولونها مش جميل او لونها مش زاهي، انت ممكن تحطي معلقة منه في الطماطم. تدخليه في المعجنات، في كل انواع المعجنات لو انت عايزة تديها لون حلو وفي نفس الوقت طعم طبيعي بدون الوان صناعية. انا هستخدمه في الحلويات وهستخدمه في المعجنات، واي شيء عايزة اضيف له لون سواء كانت كريمات او سواء كانت صوصات انا اقدر ان انا استخدم الشمندر فيها. وزي ما انتم شايفين بعد ما انا نخلته، طبعا انا طحنته كويس ونخلته عشان اشيل الحبيبات الخشنة اللي فيه، وهعبيه دلوقتي في برطمان نظيف وهحتفظ بيه في البيت لحين ان انا استخدمه. طبعا دي البواقي اللي كانت في الطبق، انا حبيت اوريكي قد ايه اللون احمر رائع، لون احمر دموي رهيب، وبعيدا بقى عن الالوان الصناعية. وده كان اللون اللي احنا عملناه. الحلقة النهاردة ممتعة وفيها 3 أصناف أكثر من رائعين وبنستخدمهم في كل بيت. يا ريت يكون أطباقنا النهاردة عجبتكم، وما تنسونيش في اللايك وفي الشير والدعاء ليا وللست الوالدة، وأسيبكم في رعاية الله.